لحد ما يحدد الطريقه واللعبه اللي هو حابب ان هو يتميز فيها بعد كده. طيب يسرى قولي لي، بعد ما ابتديت ان انت تكوني لاعبه محترفه او تحسي ان انت خلاص ممكن تمثلي النادي الاهلي ومنتخب مصر، كان في سن كام تقريبا؟ انا اصلا بدات عامه وانا عندي 10 سنين 10 ونص، بدات الاول في نادي الاهلي، بس هو عاده اللي بيبداوا بيبقى عندهم 6 سنين، فانا كنت مع اللي عندهم 6 سنين، فكان فرق سن كبير قوي بيني وبينهم، وهم مستواهم احسن مني وهم عندهم 6 سنين وانا 10، فانا اعتبر كبيره بالنسبه لهم. ما كانش نافع الموضوع خالص، فساعتها حتى رحت الزمالك، لعبت في الزمالك لان بابايا ساعتها كان رئيس الجهاز في الزمالك، فروحت لعبت في الزمالك لحد سن مثلا 13 سنه، بعدين رجعت الاهلي تاني مع الفرقه بقى بتاعت سني، كنت خلاص عوضت يعني الفرق اللي حصل ده، بقيت مع سني عادي، وبقيت بعد كده مع الاكبر، وباباي ساعتها مسك منتخب، باباي دلوقتي مدرب المنتخب سيدات، فخلاص يعني ما بقاش لي علاقه بالنادي، فانا رحت ساعتها الاهلي وكملت بقى من هناك. تمام محمود، طبعا انت الاخ الاصغر.